تجربة كان الحجم العائلي كان مختلف ولقيت ردود الافعال ازاي عليه؟ والله الحمد لله لعبت شخصية جديدة تقريبا ما حدش لعبها قبل كده. جايز كان يعني الشخصية نفسها غريبة كانت جديدة على الناس، بس الحمد لله يعني ربنا وفق لي فيها. هي الشخصية كمان كان فيها قصة حب مختلفة شوية، دمجة بين قصة حب واحد بيحب واحدة أو بنت بيحب واحدة بس بظروف حياتهم يعني دخل فيها حاجات مش عارف يعني مش مظبوطة يعني. فانتهت نهاية مش كويسة. تمام. كمان في كان مسلسل تاني اللي هو فوق السحاب. فوق السحاب. فوق السحاب برضه كنت عامل دور مختلف تماما. مجرم. مجرم يعني. بتعاون مع العصابة الروسية ضد النجم هاني سلامة. الحمد لله كمان كان شايف صدى فيه حلو. أنت كنت قاصد التغيير والتنوع ده يعني بين الدورين؟ أكيد. يا ترى الفترة الجاية وكمان شاركت في قناة مين قرارك؟ كنت ضيف شرف فعلا. كنت ضيف شرف. الفترة الجاية أنت بتحضر إيه؟ لا لسه بقى إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق وممكن كمان كل سنة طيبين. كل سنة طيبين وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. أحمد كل سنة طيبين. أحمد كرامة.